أول خبر في عدد اليوم جورنال فيغ جاب عنوان هذا البرنامج الكامل لمباريات الرجاء في البطولة الوطنية وسفرات قرعة الدوري الاحترافي في قسمه الأول اللي جرات مساء أمس الجمعة على مباريات قوية لفريق الرجاء في الجولة الأولى، وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات النسور في بطولة هذا الموسم. الدورة الأولى غيصطاد فريق الرجاء أولمبيك أسفي، الدورة الثانية غيحل الفريق الأخضر ضيف على اتحاد توارقة، الدورة الثالثة الرجاء الرياضي غيستقبل المغرب التطواني، الدورة الرابعة شباب محمدية غيستقبل فريق الرجاء، الدورة الخامسة حسنية أكادير غيحل ضيف على الرجاء، الدورة السادسة ديربي البيضاوي، الدورة السابعة فريق الرجاء غيستقبل الفتح الرباطي، الدورة الثامنة الرجاء غيحل ضيف على شباب السوالم، الدورة التاسعة الفريق الأخضر غيستقبل المغرب الفاسي، الدورة العاشرة غيسافر فريق الرجاء الخريبكة لمواجهة الأولمبيك، الدورة 11 غيصطاد فريق الرجاء اتحاد طنجة، الدورة 12 نهضة بركان غيستقبل الفريق الأخضر، الدورة 13 فريق الرجاء غيستقبل مولودية وجدة، الدورة 14 فريق الرجاء غيستقبل الجيش الملكي، الدورة 15 الفريق الأخضر غيحل ضيف على الدفاع الحسيني الجديدي. العربي الكويتي يتماطل في الرد على العرض الرسمي للرجاء، وفي تفاصيل الخبر كينتظر فريق الرجاء الرياضي رد العربي الكويتي بخصوص المراسلة اللي بعثت بها إدارة البدراوي لمعرفة مطالب الفريق الكويتي بخصوص النزاع القائم بينه وبين حمزة خابة لاعب الفريق الأخضر. ووضح مصدر رجاوي مسؤول أن فريق الرجاء راسل نظيره الكويتي وما تلقى حتى رد رسمي على مراسلته، رغم رغبة الرجاء في إيجاد الحل في أقرب الأجال باش يتمكن من تأهيل لاعبه الجديد حمزة خابة. واضطر الفريق الأخضر لمراسلة العربي الكويتي للبحث على حل ودي بين الطرفين بعد ما تبين لي انه ما يكونش مسموح لي بتأهيل خابة للدفاع على الوانه في حاله ما اثر العربي الكويتي على موقفه ورفض فسخ عقده واعاده بطاقته الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وكان العربي الكويتي ابدا موافقته على مفاوضات الرجاء لحل المشكل، وتلقى مراسله رسميه من الفريق الاخضر غير ان هذا الاخير مازال كينتظر الرد الرسمي. بيني بادي بانغا يفاجئ الرجاء برسالة جديدة، ونشر الكونغولي بيني بادي بانغا اللاعب السابق الفريق الرجاء الرياضي رسالة وداعية شكر فيها جميع مكونات النادي بعد ما فسخ عقده رسميا مع الفريق الأخضر خلال الأيام قليلة الماضية. وحرص بيني بادي بانغا لإنهاء علاقته بالرجاء بأفضل طريقة ممكنة، ونشر الدولي الكونغولي تغريدة عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أرفق بصورته بقميص الرجاء وضمنها رسالة جاء فيها شكرا لكم جميعا. وكان عزيز بدراوي أوفى بوعد الجماهير الرجاوية بعد مضاعفة ملف النادي الأخضر في لجنة النزاع التابعة للجامعة والاتحاد الدولي بعد ما فسخ عقد لاعب الكونغولي بيني بادي بانغا بالتراضي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. غايا مرباح يتراجع عن مغادرة الرجاء ويقرر منافسة الزنيتي. وتراجع غايا مرباح حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي على قراره بفسخ عقده مع الفريق الأخضر بعد رفضه فكرة الانتقال كمعار لأي فريق آخر في البطولة. ووضح مصدر قريب من الحارس أن الرسائل الكثيرة اللي توصل بها من جماهير الرجاء واللي كانت كتحث على ضرورة البقاء في الفريق والمنافسة الرسمية دفعته لاتخاذ قرار الموافقة على البقاء بالقلعة الخضراء. وقرر غايا مرباح المنافسة الرسمية وتأكيد مستواه اللي ضرب في المباراة الأولى مع النسور قبل ما يرتكب خطأ في الديربي أثر على صورته رفقة الفريق الأخضر. وغينافس غايا مرباح الحارس الأول رجاء أنس نيتي اللي وافق على جديد عقده الموسم الرياضي جديد، وكينتظر الفريق الأخضر عودته من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المحلي بدوري دولي بالنمسا لتوقيع عقده الجديد. ومنتظر أيضا باش يجدد فريق الرجاء عقد حارسه مروان فخر باش يكون الحارس التالي للفريق، علما أن الفريق الأخضر تعاقد مع حارس آخر من وداد فاس وهو يوسف الحويزي. كلاش جديد من البدراوي لبودريقة حول الميركاتو. وفي تفاصيل الخبر رد رئيس الرجاء البدراوي على تدوينات بودريقة اللي اكد فيها ان فشل صفقة البحيري كيرجع لتماطل مكتب الرجاء حسم الصفقة في الوقت، اذ انه كان مستعد باش يلتقي بهو رئيس المولودية الوجدية واتصل بالبدراوي باش يتسلم من عنده الشيك بقيمة 400 مليون والعقد اللي غيتم توقيعه، الا ان البدراوي ما كانش كيجاوب على اتصالات بودريقة. رئيس الرجاء خرج برد عبارة على كلاش البودريقة اكد فيه انه محتاج لمساعدة اي شخص وانه قاد بامور الفريق. تدوينات البدراوي جات على الشكل التالي: انا عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء العالمي، بمجرد ما استشعر الضوء في يوما او اجد نفسي عاجزا عن تدبير امور النادي كانتدابات مثلا ساقدم استقالتي واختفي عن الانظار دون ان استمر في زرع الفتنه واقوم بالمناورات للمكاتب التي ستاتي بعدي. لم اطلب يوما من احد خارج اعضاء المكتب الحالي ان يتدخل في شؤون النادي او اطلب منه اي مساعده. منذ وصولي الى رئاسه فريقنا الرجاء وانا اواجه كل الملفات المعروضه علي حتى تلك التي خلفها هؤلاء الذين يدعون اليوم التدخل من
أجل تسهيل تمرير الصفقات. الرجاء اليوم تتوفر على رئيس ومكتب قويين وجمهور متحد ومتجانس يدعم هذا المكتب كل يوم بدون استثناء وبشكل يدعو للحيرة والاستغراب. أتلقى تنفيذ حكم نهائي وحجز على حساب بنكي أو توصيل للأداء داخل أجل محدودة، كلها ملفات وقضايا لا علاقة لي بها، ولكن الحمد لله وبرضات الوالدين أواجهها وأتغلب عليها. وأقول للخفافيش التي تحرك هذه الملفات أروا ما عندكم، الرجاء كبيرة عليكم وغادي تبقى بإذن الله كبيرة. وكنقول لهذوك اللي كيتسناونا في الدورة وكيتمناو خسارتنا، هالبطولة غادي تبدأ واجيو قابلوني ساعتها. مهاجم تونسي بارز يصر على فسخ عقده للتوقيع للرجاء. وكيصل المهاجم التونسي ياسين الشماخي لاعب النادي الافريقي على فسخ عقده مع هذا الاخير تمهيدا لانتقال فريق الرجاء الرياضي بعد ما طلب فوزي البنزرتي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري. ولجا الشماخي للاتحاد التونسي لتاكيد انتهاء تعاقده مع النادي الافريقي، بينما كيصل الاخير لتجديد عقده لموسم اخر على اعتبار ان عقد اللاعب كيتضمن ملحق كياكد جديده لموسم اضافي. وكياكد الشماخي ان الملحق كيتضمن بوند كينص على ضروره تفعيل ملحق تجديد عقده لموسم اضافي في مارس الماضي، وهو الامر اللي ملتزمش به الفريق التونسي. وكيحاول اللاعب الشماخي استغلال عدم تفعيل بوند جديد العقد في مارس الماضي لتاكيد انتهاء ارتباطه بالنادي الافريقي في الوقت اللي كيرفض فيه الاخير التخلي على خدماته. وطلب الاتحاد التونسي من الطرفين جلوس طاوله الحوار لايجاد حل ودي بينهم، مع العلم ان الرجاء كيراقب الوضع من بعيد. ولعب الشماخي 131 مباراه مع النادي الافريقي سجل خلالها 31 هدف، اذ كيتعتبر المهاجمين البارزين بالدوري التونسي، وهو مدفع البنزرتي لطلب التعاقد معه في الميركاتو الحالي لحاجه الرجاء المهاجم الجديد بعد فسخ عقد ليبيري بيتر ويلسون أيام بعد التعاقد معه. الرجاء يقرر إعارة مجموعة من اللاعبين لفريق بالدوري الاحترافي. وقرر فريق الرجاء الرياضي تفعيل الشراكة اللي كتجمعه بفريق يوسفية برشيد من خلال إعارة بعض اللاعبين لهذا الأخير في ميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت مصادر الرجاوية أن مسؤولي النادي قرروا تسريح عدد من اللاعبين لفريق برشيد من أجل تمكينهم من خوض المباريات والتجربة في إطار الشراكة اللي كتجمع بين الفريقين منذ سنوات. وطلبوا مسؤولي الفريق الحريزي الاستعانة بخدمات لاعبي الفريق الأخضر لتعزيز صفوفه، خاصة في ظل التغييرات الكثيرة اللي كيشهدها الفريق ورغبته في المنافسة على بطاقة كتخولهم لعودة القسم الأول. وكان الرجاء أعار عدد من اللاعبين قبل سنوات دفعة واحدة ليوسفية برشيد رفقة مدرب الأمل آنذاك محمد البكاري، وكان قريب من تحقيق الصعود للقسم الأول في الموسم المذكور. وكيحاول برشيد إعادة التجربة نفسها بالاستفادة من عدد من لاعبي الرجاء بحال سفيان الأزهري، الحسين الرحيمي، أمين الحداوي ولاعبين آخرين شباب. قرر فوزي البنزرتي الاستغناء على خدماته من الموسم المقبل. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.